كلمة في جملة تصير؟ تعالوا خلنا نكتشف أنا وياكم هاي اللعبة. لعبة بها أربع مجاميع من البطاقة إضافة إلى سعر مليئة وأوراق حتى ترسم بيها وجرس. اللعبة تقدر تلعبها من شخصين وما فوق، وأخذنا كارتات الخضر. فكرتهم راح تكون راح نختار كلمة وحروف هذه الكلمة نطلع من عندها كلمات. يعني مثلاً الخلة ناخذت كلمة، إحنا ناخذت كلمة. بعد ما فكرنا أنا خلصت. عرش هاي وحدة. أنت عندك وقت إذا تأخرت يلا أنت. أنا خسرت. هي قبر، راح يصير برق. إيه. قرب. إيه. وهي القبر ثلاثة صارت. أنت هسه لازم تسوين تأخذين بطاقتي تجمعين النقطة. ما البطايق الزري لازم نخلط البطايق ونختار أي بطاقة. أنا حنا أخذت الخسر وأنا أخذت الملح. نجيب الدفتر خلال 30 ثانية لازم أرسم عكس الشيء الموجود. سارة إيش راح ترسمين؟ ربح. وأنا الملح راح أرسم شكر. أي فكرتين. ما البطاقة الوردية الشخص لازم يختار بطاقة. بطاقة راح تكون ناقص لازم يكمل الجملة. يعني مثلا الباب مفتوح سؤالك غلط. من بطاقة صفر لازم تخلي جملة متكون.